شوفوا الأسئلة. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا عايش؟ الإيرادات منخفضة مرة. ما مش ذنبنا يا أستاذ. أصلاً ما عابوش الشغل، لأنه يلا باليوم ما يوصلوش ل 30 زبون يدخلوا باليوم. طب ليش؟ أنا خاف إنه يكون في عندنا أحد يزعل الزباين ويطفشها من المحل. لا لا خالص ما عابوش مرة. أصلاً يا أستاذ هو موسم بس أنت عارف الجامعات قفلين ها وبس هي مهله شهر شهرين وبعدين نرجع نشتغل حريقه. الله تبغاني اصبر شهر ولا شهرين على هذا الوضع؟ لا يا ابوي انا ما اقدر اتحمل، هذه خساره كبيره علي ما اقدر، بعدين دبرني. خلاص اسمح لي بس مهله كذا امهلني افكر وارد لك خبر. طيب فكر يا سيدي. أهلا وسهلا تفضل. أهلا وسهلا يا عبد الله قاسم. أهلا وسهلا. تشرب حاجة ولا شيء؟ أنت شكلك ما تعرفني. مشبه عليك، أنا مشبه عليك سبحان الله. نشد لك تربش كوفي لا تربشنيش. لكن أنا الفنان حسام المريع، أكبر سوبر ستار باليمن والدول المجاورة. حسين من؟ المريع. ريعش أتذكرك بس، حسان المريع. ما افتهمنيش. أكبر من؟ أكبر سوبر ستار. صح، السوبر ماركت هذا اللي هنا يقرب لكم صح؟ انا بداعك، انا ما ازداد. الحين قل لي ليش المكان فاضي؟ مع انه مناسب لتصوير الفيديو كليب. شي نعبي لكم، يجي المشروع بس نعبوه كامل. تصور بو معه؟ فيديو كليب. اوه لا ما هو ذا الكليب؟ هذه اغنيه مصوره، اذا فنان مثلي يصور فيديو كليب ترى يتعبى المكان وما تلاقي مكان تحط رجلك فيه. انت تصور هنا فيديو كليب اغنيه حقك تصوره هنا عندنا؟ ايه بس الاستاذ عادل مش راضي. لازم تساعدني وتقنعه. كل ما هو ساعدك وانا ساعدك. ترى انت اذا قنعته اني اصور الفيديو كليب حقتي هنا بالمكان هذا بعينك مدير اعمالي. مدير اعمالك انت؟ ايه. انا احاول اقنعه ولا يهنك عبد الودود. انا ليا طبعا يدي طوله عند المدير، يدي طوله عند المدير. حرام كلمتي ما تنزل الارض. وانا شكون مدير اعمالك. الحين راح اجيب لي القهوه، ما تخبر احد اني موجود هنا بالمكان هذا، لان الناس كلها تبي تتصور وياي. ما تخبر احد. راح اجيب لي القهوه. ادي لك تربش كوفي. قهوه وسط. تربش كوفي سعمره بشتري. يا بن خالي الفنان هذا مشهور كثير، معه متابعين كثير في اليوتيوب، والمخرجة هذه والكل قام معاه أعمال كثير خرجها لفنانين كثير، حتى أنا عيني ملان منه. طبعا أبصركوا أنت داري هم من هذا كله. ما هو قالوا شيء يصور له عمل عندنا هنا. ايوه أول مرة يا عبد الودود تدي حاجة مليح. والله أكلم الأستاذ عادل وهو يحبني ويفرح ويدفع راتبي. ما قلت الحين ما قلت ولا شيء. أقول لك بس الفكرة مليح، وأنا أحاول أكلم الأستاذ عادل. شأكلمه ما أنا شأكلمه بس شأحاول أقنعه بالفكرة لأني مليح ويسمع منك. لانه يسمع مني صح. وما يسمعش منك. دائما ما ادري ماله ما يعجبوش. اسالك بالله تخبره، امانتك تخبره تقنعه بعمتي، لانه الرجل وعدني لو شبر الموضوع انا يخليني مدير اعماله، وانا من زمن من عاد انا صغير. وانا حلمي الكابتن ماجد كان حلمه ايش؟ ان يسافر الى البرازيل. انا حلمي ان انا اصبح مدير اعمال لاحدهم. لاحدهم. وجا الوقت وقال وقت قال كان عبد الناصر زمان شاني اكون مدير اعماله. من عبد الناصر؟ اخو مهيوب ناصر. ها الشخص حق البلاد اشتغله. حمل يا استاذه فهيمه. مسحنا الطاولات، مسحنا الارضيات، مسحنا الحمامات، وغسلنا الصحون، وغسلنا القلاصات، ما نقدر نفعل. خلاص يلا على شغلكم، ما اشتهي اشوف احد منكم. ايوه يا استاذ عادل، الحمد لله لقينا الحل. ايش هو الحل؟ الحل نحن ندي الفنان الكبير القدير حسام المريع. قصده حسام المريع. ريع شخبره، حسام المريع. ريع انت شخبرونا، حسام المريع. هو ريع. مين هو حسام المريع هذا؟ واحد مريع لنا، اتكلم نحن نكلمك مريع عادل. الفنان الكبير، ما تعرفوش؟ حسام مريع، والله هذا الاسم يسمع فيه. انت ما تعرف حسام مريع؟ يقولوا هذا فنان مشهور. طيب مشهور ولا مش مشهور، انا ايش دخلني؟ وبعدين مع انت تفهم ولا ما تفهم؟ ولا روح كلم حد تاني. يا ربي متى اتزوج واعمل حفله واجيب فنان؟ طيب اهتئي تمام، اهتئي وبعدين يقول لي ايش اسوي وانا يسوي. انت ما تسوي ولا شيء، كل شيء انا اسوي. مالها زعلت؟ يا ربي والله سوفيا لو كانت تقول ايش اسوي لا كنت اسوي. انا ايش اسوي يا ربي؟ يا هلا يا هلا بالفنان حسام. فين هذه شريكتك هذه ايش اسمها؟ تقصد حليمه. كانت تبي تجي معي لكن جاها اتصال واضطرت تسافر للخليج توقع عقد عمل جديد. ايوه ما شاء الله يا اخي، اشوفك انت مع انك يماني بس لهجتك في الخليجي ما شاء الله طيبه جدا. كوني كنت مغترب بالخليج 20 يوم، اقصد 20 سنه، فعشان كذا اتكلم خليجي يا ابن الحلال. هذا الفنان حسام المريع، هذا حسام المريع انت ما عرفتوش؟ هذا اشهر من نار على علم بالفن باليمن وبالخليج. طيب انت يعني ايش سويت؟ ايش لك اغاني؟ ايش سويت فيها؟ تراني غنيت للفنان محمد عبده وتصورت وياه، وايضا غنيت للفنان حسين الجسمي وبعد تصورت وياه وغنيت يا ابوي ابغى انت ايش في لك اغاني؟ ايش انت غنيت؟ مو انت تصورت مع مين ووقفت مع مين، ابغاك انت ايش في لك اغاني؟ كوني مغترب ما حبيت اسجل الاغنيه الا ببلدي، ومن حسن حظك جيت عندك على الكافيه حقتك وابغى اصور الفيديو كليب عندك. اي والله من حسن حظنا. طيب بس سؤال، يعني انا شفت صفحتك في ناس قاعده تشتم فيك وما هي مخليه، يعني جايبتك في اسفل السافلين، ليش هذا؟ استاذ عادل المثل يقول الانسان اللي ما له اعداء انسان فاشل، عشان كذا الناس تحاربوني عشان ان انا ناجح. اي والله. وهم ما شاء الله علو يعني جمع له عداء. هذه اللي يسموها محاربه الفن والفنانين. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اعطي الضيف عبد، اعطيه. حياك. انا عندي فكره مدير. عندي فكره. تفضل. بعد ما نخلص نصور الكلب هذا مدري الكليب من الكليب. كليب فيديو كليب، لا تفضحنا مع الرجال. طيب بعد ما نخلص نصوره هذا، انا عندي فكره، نخلو الرجال بدل ما هوش يجلس فارغ فروغي لا مهره ولا عمل، يشتغل معنا يجلس يغني بالمقهى بالكافي. والله فكره يا اخي، انت كذا. طيب احنا اوكي متفقين، دحين كيف حنسوي في الاغنيه يعني؟ يبغانا نجهز لها كلمات ونجيب لها ملحنين ومن هذا الكلام ولا لا؟ ما تاكل هم الكلمات، ترى الكلمات انا مجهزها وملحنها بعد. ملحنها ومجهزها؟ طيب يعني هذول اللي حيسووا الاستعراضات في الاغنيه من فين حنجيبهم؟ الموظفين اللي عندك وبعد كم واحد مع معارفهم يكفون. الموظفين اللي عندي؟ حلوه، خلاص بتقوموا ترقصوا في الكلمه حقها. ابشر الله يحييك. خلاص هذا كم بيكلف؟ 10000 دولار. الفخوه يا استاذ الفخوه. ايه ده دوبك 10000 دولار رجال. انت لفخوه بس 10000 دولار، وترى ارباح الفيديو كليب نقسمها بيني وبينك نصين. او في ارباح؟ طب خلاص احنا اتفقنا. اذا ما عندك في خش. اذا خلاص ودفنا. يا ابويا فين المخرج حليمه هذه؟ صلى من الصبح قاعدين نستنى فيها. استاذ عادل حليمه عندها شغل. انا كلمتها واخذت منها تعليمات كيف ودها يكون الفيديو كليب. بعتبرها موجوده. انا موجود. طيب خلاص. بس انا ابغى يعني ذمه وضمير في الشغل، هذه فلوس ناس. اكيد يا استاذ عادل اكيد. توكلوا على الله. استاذ حسام كيف بدك يكون المشهد؟ شوف يا عزيز انا ابغى الكاميرا الاولى تيجي كذا والكاميرا الثانيه تيجي عكس الاولى. لا 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 لا، اذا جات الكاميرا هذه كذا بيصير اكس بالصوره، وبعدين الاضاءه مش عاجبني لانها كلها عليك. طيب بقيه الناس يقعدوا بالاتمه. انت وش دراك؟ ابوي انا ودي الفيديو كليب يكون كذا. انا الفنان حسام المريع لازم انا اللي يظهر بالفيديو كليب. طيب يا سيدي يلا بنبدا. يلا اوكي 3 2 1 اكشن. شلنا يا ابو جناحي لا عند المحب حتى بالشهر. الله يقلعك يا عبد الودود ويا عايش على هذه المصيبه اللي عملتوها، وجبتوا لنا هذا حسام المريع حتى يعمل فيديو كليب. حسام المريع او قصده يعني حسام المريع. ايوه حسام المريع. لا لا حسام ريع. حسان المريع. حسام المريع. المهم اول ما يوصل الاستاذ عادل انا حكلمه حتى يقلعكم من هنا ونرتاح من مصائبكم. صباح الخير. صباح النور استاذ عادل. الموضوع كبير 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 كبير. ايش فيه؟ يا استاذ عادل انا اول مره اشوف فيديو كليب بيتصور بالصباح ويعرض فورا بالليل على اليوتيوب. صح. تدري يعني انا بدأ الفار يلعب في مخي. ايوه بصراحه اول مره اشوف الكلام هذا. فيديو كليب ينزل ما عليه ولا لايك ولا احد يتكلم فيه، ما حد سأل قال هذا الفيديو كليب هذا فين اتصور ولا شيء. لا 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 في شغله غلط في الموضوع. انا لازم يعني اسمعي. ايوه انت دوري لي على المخرجه هذا اللي اسمها حليمه. من فين يا استاذ هذه حليمه؟ ما ادري دوري شوفي كيف ممكن تجيبي لي حليمه. تمام. بس عندنا حفله ايش نسوي فيها هذا؟ لا الحفله هذه عادي ماشي زي ما هي. يعني احنا مسوين عروض طيبه، اسعار مناسبه، دعينا ناس كثير، ما عليك في الحفله هذه خليها تمشي يمكن ربنا يعوضنا شويه من اللي راح مننا. المهم ابغاكي تجيبي لي حليمه. حاضر حجيب لك حليمه يا استاذ. ايوه دحين ايش تبغى تسوي؟ اسوي لك قهوه. برافو عليك يا اخي فاهمه الدرس. القهوه على المكتب يا بنت. انت فنان انت فنان يا واد تضحك علي انا. انت ايش اللي قاعد تسوي انت؟ استاذ انا لا ما ابغى اسمع صوتك نهائيا. ادقوا هنا. لا لا اصبر انت علي كمان. ما ابغى اسمع صوتك ولا يا ابوي. ايش تبغى مني انت؟ انت قلت تبغى تسوي فيديو كلب، هذا على قول عبد الودود سوينا لك الفيديو كلب، كلمات جبنا لك واغاني ومشينا لك وفرقه ومشيت معاه، ايش وفوق كل هذا تطفش لي الزباين من الكوفي؟ يا ابوي ايش تبغى مني انت؟ يا استاذ انت ولا اسمع صوتك كمان انت. على اخوان اهدأ وملاه اهدأوا يعني كل يعني اي مشكله ولا حل يعني لا يا ابوي لا ابغى اسمع صوتك نهائيا. انت كل انت اللي بليتنا في هذه الاشكال. لا انا ماليش دخل. الف مو عبد الودود يا حرام عليك. كل ما صارت مصيبه تحطها في ظهر المسكين هذا. شوف 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 المسكين. اقول لك اقلب وجهك اطلع برا. اقلب وجهك برا. الف اخوي المدير. لا 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 استاذ انا الفنان حسام المريع. ريع خلي المدير. ريع خلي المدير خلي خبره. شريكتي حليمه ما يصير تتكلم معي بالطريقه هذه. مين ابويا؟ شريكتك مين؟ حليمه شريكتك؟ أنا شريكتك يا معفن؟ حلو جاي اللي يعرف أصلك. عفوا مين حضرتك؟ أنا حليمة المخرجة. حليمة المخرجة هذه المخرجة اللي خرج الخبر حقه. عفوا تفضلي تفضلي. شكرا. تفضلي. ألف خير. لا بعدين هذا حسام هذا شريكك هو؟ مين حسام؟ هذا اسمه مظفر. اوبا، يعني هذا مو شريكك هذا؟ لا مو شريكي، هذا سايق عندي. ومستحيل تقول انك تشتغل سواق، يا ابوي ما فيها شيء، مو عيب المهنة، مو عيب. هذا يقول انه هو شريكك وانك انت وياه تشتغلوا سوا، صحيح الكلام هذا؟ هذا اشتغل عندي سواق 20 يوم وكل لوكيشن اروح عليه فيه يروح يتصور مع الفنانين، لا وكمان لما يطلع من اللوكيشن يروح يتكلم في ظهرهم ويقول انه هو مش حابب يتصور معاهم وهم اللي حابين يتصوروا معاه، وانا اقعد ارجع من وراه. والله مدير سواها فينا هذا. اي والله والله سواها فينا. خرب بيتي. البخه. لا لا خليه بعدين. البخه دحين. اسمعني اسمعني، انت قاعد تضحك على نفسك ولا تضحك علينا؟ انت ما جيت قلت لي 20 سنه في السعوديه مغترب، ما ادري في الخليج مغترب، ما ادري في كل دول الخليج دفيتها وانت مغترب، انت تضحك على مين يا واد انت؟ انت ضيعتني، انت خربت بيتي. البخه. ودحين بعدين لوحدنا. طيب انا ايش اسوي الحين؟ انا بعوض لك خسارتك. يا الله والله ايش تدري انت، من ساعه ما شفتك انا قلت في خير، في خير جاي على المحل هنا. انا هعمل لك اعلان وارجع سمعه المحل زي ما كانت واحسن. الله الله عليكي، لفخوا لفخوا اتحرك. أي. بس هذا عشان العيش والملح. تشتي ملح؟ تقول له بسامحتك عشان العيش والملح. الله يخليك والله طيب الحرمه، القلب الحنين والله طيب الحرمه، القلب الحنين. الله يخليك الله يخليك. هاي احفظ الجميل، بس احفظ الجميل. شكرا يا استاذ، وعدك ما تتكرر. هيا روح تفضل روح. انا من اول اشياء لفخه لفخه انت وعديد، يلا الفخه الاثنين لفخه. اهلا وسهلا. وعندك واحد لفخه هم حرين فيه.